أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا بث مباشر من مدينة بوينتيراف، في وسط مدينة بوينتيراف بالضبط بشارع الحسن الثاني. وقع واحد الحادث اللي وقع فيه أنه السيدة جاية من الطريق الرئيسية، في اللحظة أنه قاست مع شي موتور، من بعد ذلك من الموتور قبضتها كما كيقولوا شو داير أنه ضربها. غادي نسمعوا من عند واحد السيد اللي غيشهد وغيقول الحقيقة لأنه هو اللي شاف من الأول حتى الآخر. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم سيدي، انت على البث المباشر، قول لنا شنو وقع بالضبط، لانك انت كنتي من الحاضرين اللي كنتي من الاول ياك سيدي. نعم تفضل. انا جاي من مقاله ملاه غادي من شارع الحسن الثاني. نعم غادي نروح القهوي لحقت ليه، هي جايه من طوب بلادي، هي الطوموبيل ديالها. نعم وقفت لها، هي وقفت وقفت قاس هو بالموتور. نعم قاس هو بالموتور. وكان واحد، كان واحد ياك ولا جوج؟ لا شتا لا هي واحد ومع صحاباتها. نعم هي مع صحاباتها. نعم هي هذيك السيد جاها هبطت هي بقى كيتفاهموا. نعم بقاو كيتفاهموا بعضياتهم هي وياه، هي وياه قاد معاه ماشي قايد الكوست. بحال الكوست هذه بقى كيتفاهموا معايا هذيك، زر الموتور ديالو بحال هكا. نعم شير الموتور شد الميديا جاي زرع شوي ترقى عليها تبعو البوليس. ميديا وبقى جرا. زرع شد وطقي حاله تبعوه البوليس. كان الساعه الحمد لله الامن موجود. موجود هنا فات البلاصه هو. نعم كان واقفين هنايا. هنا فات البلاصه هنا. نعم هي هذيك شافوا البنت. جرا الميديا ويطيحوا. غادي زرع تبعوه. نعم. راه من تبعوه بقى دخل في واحد الطوموبيلات. نعم. هما يشدوه. كان هو بقاش يجي الطوموبيلات. قاسم هما يشدوه. شدوه وطلعوه. سمعتي الثقة ديالو. والبنت داوها للسبيطار. داوها للسبيطار، داتها للبيلانس. نعم. داتها دابا داتها ومشات. صافي. اسيدي. دونك هي اللي غادي دابا فهمت. كما تابعتم معنا متابعينا الافاضل، هذه القصه ديال هذه السيده اللي وقعت تعرضت للاعتداء. شكرا سيدي مرحبا. كما تابعتم معنا متابعينا الافاضل، هذه هي القصه ديال هذه السيده اللي تم الاعتداء ديالها. كما قال الاحد ديال هذه السيد قال بانه كانت باغا غير تتفاهم هي وياه، هي تدير الورق شي شويه قبضت يديها وكسرها في الموتور وجرها، بقات مجروره في الارض حتى لهذا المكان هذا. دابا الان تم الاعتقال، تم الاعتقال ديالو. ايضا هي مشات للمستشفى في هذه اللحظه هذه. صراحه هادشي كيخلع. كما كنشاهدوا معنا حنا في شارع الحسن الثاني بمدينه بوينتيراف في وسط مدينه بوينتيرا. والشكر الخاص لرجال الامن اللي كيتواجدوا الان، كيف ما يمكن هادو الاهل ديالها اللي كيكونوا. كيف ما سمعتم انا متابعين الافاضل، السيده تم النقل ديال هاد السيده وتم هو الاعتقال ديالو. هذاك خونا انا كاع ما كان حاضر اللي درتي مع الاستجوابة. ما غاديش نبينو، ما تبانش، ما تبانش، ما تبانش. لا ها هو. صافي. إذن كاين بعض الشهود اللي في الشهود عيان اللي ما بغاوش يهضروا، قال لك انا ما بغيتش نهضروا، يمكن راكم عارفين. ف مرحبا بكل من التحق بينا. كيف ما قلنا لكم، السيده واحد السيد قيصها بالموتور في هذا الاثناء، من بعد منه
هي هبطات في السعوديه باش يقيدوا البلاصه ديالهم شي شويه كي على حسب السعوديين كما كيقولوا. انا وقفت الموتور وجرم يديها بقات مجروحه حتى لهذا المكان. دابا الان تم النقل على المستشفى وهو تم الاعتقال ديالو، والحمد لله كانوا في هذه اللحظه كانوا رجال الامن مشكورين انهم حضروا وكانوا في العين المكان وتم الاعتقال ديالو. دائما كنقولوا الشكر للامن لان دائما حاضر الحمد لله في هذه الامور. اذا ما بقى لي نقول لكم شكرا لكم والمتابعه والى اللقاء.